25 يناير اتقبض عليا وعلى خالد السيد وعبد الله محمد السايس. اتخذنا وكان معانا صحفي اسلام عزت. اتخذنا بالعربيه من تقاطع 26 يوليو مع عماد الدين. رحنا قسم الازبكيه، محطوطين كلنا في اوضه 3 في 5 3 في 6 متكلبشين. بدأت الأعداد تقل تدريجيا، بيخرج الصحفيين وبيخرج الإعلاميين وبيخرج المراسلين والمصورين، بالإضافة للصحفيين الأجانب أو المراسلين الأجانب كانوا معانا. كمان كان معانا 2 عساكر مقبوض عليهم من الشارع لابسين ملكي. خرجوا قعدنا لمدة 15 ساعة لحد ما العدد وصل 79 شاب وبنتين. على مدار 15 ساعة اللي كنا موجودين فيهم كان في ضرب طول الوقت، شتيمة طول الوقت، متكلبشين وبنضرب بالعصيان الشباب الموجودين كلهم، وتلطيش وإقلام. اتمنعنا ان احنا نعمل حتى اي تليفونات، منعنا ان احنا نروح الحمام، منعنا ان يخش لنا ولا اكل ولا ميه. بدات تحقيقات امن الدوله تقريبا الساعه 12 واحدة بالليل، بدا يخش واحد واحد التحقيق. الناس بتضرب، الشباب بتضرب وسامعين لمده مثلا 10 دقايق ربع ساعه كل واحد صراخ مستمر، صعق بالكهرباء، أسئلة عن انتمائهم لإخوان المسلمين أو الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل، واتهمهم إن هم نزلوا في مظاهرات واعتدوا على الداخلية. التحقيقات من الدولة تمت مع كل واحد وهو متغمي عينيه وبيقعد على الأرض وهو بيتحقق معاه. بعد الضرب المتواصل ده على مدار 6 7 ساعات لكل واحد لوحده، اتنقلنا لسجن اسمه قصر النيل واتبقت مجموعة في الأزبكية. طول فترة النقل في ضرب، واحنا أول ما رحنا اسم قصر النيل واحنا بنتحرك من اسم الأزبكية كان في يعني ترحيلة بقى وقاعدين بنضرب فيها لحد ما ركبنا عربية الترحيلات. رحنا اسم قصر النيل حفلة استقبال جوه الاسم، دخلنا في الحجز اكتشفنا ان وبعديها يعني لما رحنا السجون اكتشفنا ان السجون كلها اتفضت من يوم 24 بالليل من الجنائيين الاقسام كلها، والحجزات المقفولة اللي موجودة في الاقسام ما كانش فيها جنائيين. فضلنا في اسم قصر النيل حوالي 12 يوم. تاني يوم اتعرضنا على النيابة وقالوا لنا تهم حيازة المجموعة اللي انا كنت فيها انا وخالد وساس وعبد الله، توجهت لنا تهم بحيازة قنابل. بقية المجموعة كلها اتحطت لها التهم بتاعة التجمهر والتظاهر والاعتداء على الامن واثارة الرعب في النفوس المصرية، حاجات من النوع دوت يعني. اترحلنا يوم التلات على سجن ابو زعبل بشكل مفاجئ جدا، مش عارفين احنا اترحلنا ليه واحنا عندنا جلسه يوم السبت، يعني هما يومين وهننزل من تجديد، فهم احنا بنترحل ليه ما كناش فاهمين. فضلنا ساعه وربع في العربيه بره السور بتاع السجن، العساكر بيتحركوا ويخبطوا على العربيه وبيشتموا وبيزعقوا وهنعمل فيكوا والظباط هنعمل فيكوا وبتاع. ساعه وربع كانت الشباب اللي موجودين خلاص يعني في حاله من الذعر شديد، خايفين مش فاهمين ايه اللي بيحصل. حفله استقبال رهيبه مهيبه يعني ضرب. يعني ايه حفله استقبال؟ عساكر ومخبرين بالعصيان، صواعق، ضرب متواصل، قلعونا هدومنا، حلقوا لنا شعرنا بشكل مهين جدا، يعني اللي هو اقرب ان هو يعني يشوه شكلنا يعني ويخلينا كلنا شايفين بعض مشوهين، لان احنا في الاخر ما شفناش نفسنا. يعني انا ما خدتش بالي الا لما شفت نفسي في الظل بتاع الزنزانه، لقيت بقى شعر، في شعر طالع من ناحيه ودني وفي شعر من فوق كده حته شويه شعر طالعين، فشفت يعني الشكل. بداوا يضربونا
ودونا حلقنا شعرنا. بعد كده كل واحد كان معاه حاجة قعدوا يفتشوها. أنا كان طبعا يعني الحاجات اللي اخدتها كان حاجات ليها علاقة بالدواء، لأن كنت عيان يعني دواء هدوم حاجات بسيطة يعني. خدوا كل الحاجات ديت ولقوا معايا، كان معايا كتابين تلاتة كده، منهم شعر صلاح جاهين، كتاب الدولة الضعيفة والنظام القوي لسامر سليمان. المخبر شافه اتخضم من الاسم يعني، فوداني للضابط. فالضابط قعد يتناقش معايا، طبعا اتناقشت معاه فاتضايق جدا الكلام اللي انا قلته، فادى المخبرين تعليمات ان هما يدخلوني التأديب. دخلت اوضه لوحدي، قلعوني هدومي، رش عليا ميه، قعدوا يضربوا، بعد كده طلعوني تاني الزنزانه. شكلها لوحده من غير اي حاجه يعني مجبد جدا، و حمامات، فيها حمامين يعني فظاع، ميه مقطوعه طول اليوم، تيجي ربع ساعه ولا تلت ساعه على المغرب. مفيش اي حاجه جوه الزنزانه، بطانيه وعلى الارض، شباكين كبار مدخلين هواء شديد جدا. طبعا هم خدوا مننا هدوم، فكل واحد عليه اللي هي بيسموها السترة بتاعت التحقيق ديت خفيفة، فبنقعد نتنطط في المكان بتاعنا، نجري في مكاننا، هنحاول في شكل. الشبابيك كانوا مانعين ان احنا نقفلها بأي حاجة او نحط عليها اي حاجة يعني، علشان هي كانت بص على السور، فمش عايزين يبقى منظر من بره يعني ان احنا حاطين بطانية ولا حاطين حاجة يعني سادين بيها الهواء. على مدار 6 أيام في تمام، كل شوية يخشوا يعدونا ويضربونا، يوقفونا أي حد يبص جنبه، أي حد يسأل على حاجة. طبعا الزلزال كانت مهجورة، فكانت كلها حشرات يعني احنا أشبه إن احنا قاعدين يعني احنا دخلنا على الضيوف على الحشرات، صراصير ومش عارف ايه وخرب يعني حاجات كتير قوي كده كان جوه الزنزانة. الاكل كان سيء جدا، عيش كان عجن، علب جبنه تقريبا منتهيه الصلاحيه، كان ريحتها رهيب. كان بيخش التعيين اللي هو الغدا ده رز معجن في جرادل معفنه، وخضار متقطع حتت كبيره كده يعني، لو بيدوه للبهايم في الغيط يعني مش هيعملوا كده يعني، مش هيعملوا الاكل بالمنظر ده. الوضع جوه صعب جدا، مش بس في الانتهاكات اللي علاقه بالاكل والشرب والنوم والبرد والعلاج والشتيمه المتواصله والتمام اللي بيخشوا يوقفوا الناس ويخليهم يبصوا في الارض، والذل والمهانه اللي الناس بتقابلها جوه ده، كمان الناس اللي جوه ديت مش مستحمله ان هي يوم ما تشتغلش، مش تتحبس شهور. حبص معانا ناس، واحد عماد ده شغال في مجمع التحرير بياخد 300 400 جنيه، بينزل يبيع جرافطات في مدار رمسيس، تاخد راس ماله اللي هو شوية الجرافطات اللي بيبيعها. في واحد شاب يعني راح اسمه محمد مصطفى، لحد دلوقتي محبوس في أبو زعبل، ده من أسوان، ساكن في أسوان وعايش في أسوان، ملوش أي حاجة في القاهرة، منزلش القاهرة دي أصلا، نزل علشان ولا حتى شارك في يناير ولا حاجة. الحاجات المشاركات بتاعته إن هو راح انتخب شفيق الجولة الأولانية، انتخب شفيق الجولة التانية، وقال لي ده أنا حتى رحت قلت نعم للسيسي، اللي هو قصده نعم بتاعت الدستور يعني. أبوه عنده 65 سنة، شغال في الأردن، هو مبلط سيراميك، ورايح يشتغل مكان ابوه، كان بيقطع التذكره ب 10000 جنيه، اتقبض عليهم السبت، كان سافروا يوم الاربعاء، الفلوس اللي معاه كانت اردن. فده دي حاله من الحالات يعني، هو راجل ملوش علاقه اصلا بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، مستقبله ضاع وما يتبقى من مستقبله ضاع. خد سنتين؟ هو خد سنتين، مجموعه كلها خدت سنتين في الشوطه يعني، اللي دايره في البلد اللي هي سنتين وسنتين مراقبه.
ده بيأكد على كل الحاجات، يعني دولة بوليسية قمعية بتستهين بالبني آدمين. يعني هم البني آدمين عندها حتى مش أرقام، في بياع واقف يعني كاشير بتاع الشبراوي اللي قدام الاسم ده نزل من على الكرسي وقف بيبص على المظاهرة فاتخد، يعني وقف بيبص على اللي بيحصل في الشارع وبتاع فاتخد، وقعد يقول لهم أنا قاعد هنا، يعني أنا كرسي بتاعه، أنا كاشير بتاع المحل ده برضو محدش عبره. يعني جالنا لواء لابس ملكي قال لي أنا وخالد أنتوا هتاخدوا 15 يوم وهترحلوا على طول، ده قبل ما نتعرض عليه أصلا في التجديد التاني. رحنا النيابة ورئيس النيابة اللي موجود قال أنا منتدب، أنا مش يعني أنا مش أنا اللي حابسكوا، مش أنا اللي حابسكوا حاجات كده يعني. خدنا ال15 يوم وترحلنا على ترى، واتبقت المجموعة 66 لحد دلوقتي موجودين في أبو زعبل. اتحالوا، نزلوا جلسة، خدوا سنتين، يوم 10 المفروض عندهم استئناف عن الحكم، غالبا ده بقى الإجراء العادي من الدولة يعني. محدش عارف هو طلع منين وليه طلعونا ليه. احنا كان عندنا جلسة تجديد يوم 10 مع الشباب 66 اللي هي في طرة يوم 10 مارس، احنا طلعنا 4 5 تقريبا، محدش عارف احنا طلعنا ليه. 4 انا وخالد وعبد الله ومحمد الساس، محدش عارف احنا طلعنا ليه. يعني شالوا حولوا على الجنحة، حافظوا القضية يعني، بس هو في الآخر يعني هي كانت قضية كانتش هتنفع يعني. هو ممكن يكون يبقى عايز يجيبنا في حاجة ليها يعني ما تبقاش بتيجي قدام النيابة أو نبع يعني بتقدم فيها بقى أو بتطلع في الشنك يعني. هو قبض على 4 في العربية بيقولوا إن هم معاهم قنابل ومفيش ولا محضر اتواجه بيه الأحراس، دي لوحدها يعني تبوظ أي قضية يعني. ف مفيش قضية،